تحدث أخبارها بأن ربك
والناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سمع الله لمن الله اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول.
الله أكبر.